معظم الناس الذين أعرفهم ليسوا من السكان الأصليين، ولكن يأتوا من مكان آخر. بعد كل شيء نحن جميعا مهاجرين. فمنذ الأزل تعود الإنسان على الترحال المستمر رغبة في تحسين ظروف عيشه. أثناء مغامراتهم بعضهم يدفعون حياتهم ثمنا للحلم. سيتم رفض بعضهم، وغيرهم الذين سوف يصلوا إلى الهدف يعرفوا إن حياتهم لن تكون بالضرورة أفضل. حتى بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى وجهتهم لا يربحون الرهان. سكان البلدان المضيفة حريصون لأنهم يرون في المهاجرين الأجانب منافسة وتهديد الهوية الوطنية. في الواقع المنافسة الشديدة لا تحصل، لأن العمال المهاجرين تحتل المناصب التي تتخلى عنها الشباب الأوروبي معتبرا إنها أعمال قاسية أو مهينة. يساهم الشكوك والمخاوف في كره الأجانب بسبب قلة المعرفة في تاريخ وثقافة البلدان الغير أوروبية. يعتبر سكان البلدان المضيفة إن المهاجرين عرقيا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا غير قابلة للمقارنة. طالما هناك اختلافات اقتصادية وسياسية واجتماعية بين البلدان القريبة والبعيدة، تدفعات الهجرة لا تتوقف. البحث عن الفرص والبحث عن الذات هربا من البؤوس الاجتماعية والاقتصادية قادرة في النهاية إلى تحسين ظروفهم المعيشية. الحل لأوروبا هو الاختباء وراء حدودها كحصن محاصر، أو اتخاذ موقف التسامح لمنع العنف ضد العمال المهاجرين ومنحهم الحقوق. الاستطاعة على اندماج هؤلاء الناس في مجتمعنا يعني أيضا أن نفهم واقعهم ومعرفة قدراتهم على إثرائنا في خبرتهم وثقافتهم. لا ينبغي أن ينظر على الهجرة كتهديدا، بل كفرصة وأيضا كعامل من عوامل التنمية.